هذا يقول إن من ينطق بالشهادتين فهو مسلم. نقول نعم، من ينطق بالشهادتين فهو مسلم، لكن إذا حصل منه ما يخالف الشهادتين ويناقض الشهادتين حكمنا بردته. إذا دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو استغاث بالأموات أو ترك الصلاة متعمدا، نقول هذا قال لا إله إلا الله، دخل في الإسلام لكنه ارتد بترك الصلاة، ارتد بالشرك بدعاء غير الله أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله، فهو أبطل إسلامه. نعم. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لا تبطلوا أعمالكم بأن تعملوا شيئا يبطلها، بل تستمر على الإسلام وعلى أعمال الإسلام، ولا تعمل شيء يبطل الإسلام. الإسلام يبطل بالنواقض التي تفسده. هذا يقول: الاعتكاف، صحة حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. الاعتكاف يجوز في كل مسجد يصلى فيه، قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا عام في جميع المساجد، ولكن المساجد الثلاثة أفضل من غيرها. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني هذا من باب الفضيلة، يعني إن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من الاعتكاف في غيرها من المساجد، كما أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل من الصلاة في غيرها. نعم.